شكرا للزملاء في عربة النقل. نصل إلى ملخص هجني أبناء القبائل في سن اللقاية في مسافتنا الأربعة كيلومترات، 25 شوط دارت ما بين التنافس بين أشواط الإنتاج وأشواطنا المفتوحة. ضربة البداية وأول إلى أشواط المفتوحة ذهب مع المستشار للمحليات الأصائل أحمد بن محمد بن صالح العويسي وجعلان بو حسن، تحتفل بالسلطنة بهذا الانتصار بست دقائق ثمان ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا المفتوح للمهجنات ذهب مع مهدية لسالم بن مسعود بن ناصر المالكي وأهل الدريز بالسلطنة يحتفلون بهذا الانتصار ست ثلاث ثواني ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا الثالث للمحليات حمل انطلاقة العارض والتوقيت الأفضل والأجمل يتسجل في سن المفاجآت سن اللقاية ست دقائق ثانية ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للمهذب سلطان بن سالم بن نايع الغفلي. تهانينا والناموس. شوطنا الرابع للمهجنات اللقاية الجعدان ذهب مع وارد عوض بصغير بن قنون بن يراد الكتبي وأهل الجميرة يحتفلون بهذا الانتصار بست دقائق 11 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. جولتنا الثانية تبدأ مع شوطنا الخامس ومع نفحة لسلطان بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري بست دقائق تسع جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا السادس حمل انطلاقة الناعس لشعار يحيى بصغير بن قنون بن يراد يسجل النقطة الثانية. هذا الشعار مع الابكار لقاي المهجنات ست دقائق ثمان تسع اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا السابع يذهب مع شرط للمحليات لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان بست دقائق ثمان سبع اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا الثامن للمهجنات ضمن الأشواط المفتوحة ذهب مع الشبابي لحمد بن خميس الخيالي وتوقيته ست دقائق سبع ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس. شوطنا التاسع ثالث الجولات تأتي بشاير مؤكدة السلام إلى العاصمة أبوظبي مع تيق بن مطر بن حسن القبيسي وشكرا المختار على المتابعة ست دقائق ثمان ثواني ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. عاشر الأشواط حمل انطلاقة المهجنات وجلمودة محمد بن سالم بن شوين المنصوري بست دقائق ثانيتين وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا الحادي عشر حمل انطلاقة المحليات الإبكار والحذرة وسيب بن سالم النايلي الشامسي على الشعار القادمة من العين ومن عشارج ست دقائق 15 ست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا الثاني عشر ذهب مع مطفي إبراهيم بن عبد الله بن حمد الدرعي ست دقائق 9 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا الثالث عشر واخر الأشواط المفتوحة حمل انطلاقات الفارس وتحديات الفارس لعبد الله بن راشد بن حضروم الغفلي بست دقائق 9 ثواني أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أول أشواط الإنتاج وشوطنا الرابع عشر وأول انطلاقات المحليات الإنتاج يذهب مع أثير والحمية سكاي دايف والصعب تحتفل بهذا الانتصار سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان بست دقائق 9 ست أجزاء من الثانية وشكرا بو سلطان عبد الله الخفيري في المتابعة. شوطنا الخامس عشر حمل انطلاقة الواعية وأحمد بن محمد بن سالمين العامري راعي قمرية يؤكد الحضور لهذا الشعار بست دقائق 13 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا السادس عشر للإنتاج المحليات الجعدان الأول ذهب مع الشاعر لسيف بن حمد بن سيب الله حج الهاجري بست دقائق 15 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا السابع عشر يذهب مع النادر أول أشواط الإنتاج الجعدان المهجنات ومحمية سكاي دايف والصعب تحتفل بهذا الانتصار والنقطة الثالثة سعادة محمد بن سلطان بن مرخان ست دقائق 12 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا الثامن عشر حمل انطلاقة الظبي لسالم بصغير بن سالم الزبون الوهيبي بست دقائق 13 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا التاسع عشر ذهب مع مراسيم لسعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان النقطة الرابعة لهذا الشعار تسجل في صباح هذا اليوم بست دقائق عشر جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا العشرون حمل انطلاقة الذرب والذرب أخو اليمامة صاحبة السيف بشعار فري بن حمودة من الأب والأم لشطيط بن محمد بن شلبودة الخيالي وهالرماح
يحتفلون بهذا الانتصار والإنتاج المتميز بست دقائق 17 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا 21 ذهب إلى أحد الشعارات القادمة من السلطنة ومن جعلان ولا في حمدان بن راشد بن سالم بن مسعود الزرعي بست دقائق 14 ثانية بالوفاء والتمام. شوطنا 22 ذهب مع وجدان لصالح بن يافر بن صالح العامري بست دقائق 12 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا 23 ذهب مع خيال الحارب بن مغير العميمي بسلطان ست دقائق 13 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا 24 ما قبل خاتمة الأشواط يذهب إلى الجذاب لمعضد بن محمد بن هلال المزروعي من المرموم إلى المرموم السلام بست دقائق 11 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا 25 ذهب مع زرياب لحمد بن سعيد بن علي الزرعي بست دقائق 14 بالوفاء والتمام. لقانا يتجدى دائما في انطلاقات وتحديات الميدان الذكي في انطلاقات يوم الغد مع سني الإذاع ومع هجني أبناء القبائل. شكرا وليد البارودي مخرج سباق هذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.